عمر اوعى تتصرف غلط، احنا ندخل نقعد ونتفاهم. كسبان انت وانا هحصلك. اتفضلوا. نعم، انا عايز اتجوز سوسن بس من ورا اهله. انا طبعا ما وافقتش. طلبك مرفوض يا استاذ. انت لو كنت مكاني عمر كنت عملت زيي بالظبط. انا اهلي مش موافقين ومش عايز ازعلهم مني ومش عارف اعمل ايه بالظبط. انا لو كنت مكانك كنت فضلت وراهم لحد ما وافقوا. دي حياتي انا مش حياتهم هما. انا متاكد وواثق ان هما مش هيوافقوا. ثم انا لو ضغطت على اهلي هيحرموني من الميراث، وانا ما عنديش شغل ولا مرتب. حتى لو اشتغلت يعني هشتغل بكام؟ مش هي دي بس المشكلة يا عمر. وليد عايز يتجوزني عرف. ايه؟ امشي من قدامي يلا. هي اختي انت لاقيها في الشارع ولا ماشية ماشي بطال؟ بقول لك قوم من قدامي. انت السبب في ده كله. انت لسه قاعد؟ يلا هات جور من قدامي. انا همشي. بس من فضلك ما تضايقهاش لانها لحد اخر لحظة ما كانتش موافقة. كفاية انها فضلت قاعدة بعد ما سمعت منك الكلام ده. اتفضل. ومش عايز اشوف وشك تاني لا معاها ولا من غيرها. انت فاهم ولا لا؟ ليه كده يا سوسن؟ ده انا طول عمري بثق فيكي وفي تفكيرك. غصب عني يا عمر، غصب عني. بتحبيه مش كده؟ يا سوسن طب بلاش تفكري فينا. ما فكرتيش في نفسك؟ انا ما وافقتش. كنت هتوافقي بعد شويه. عرفي دي مصيبه يا سوسن. يا بنتي اصبري، بكره هيجيلك اللي احسن منه 100 مره. والنبي يا عمر ما تقول لماما ولا تقول لخالد واحمد. انا مش هفتح بقي بس بشرط توعديني انك ما تقابليش البني ادم ده تاني مهما حصل. انا عارف انه هيفضل وراكي مش هيسيبك، بس انا ثقتي فيك كبيره قوي. صدقيني يا سوسن الواد ده ما بيحبكيش. لا انا واثقه انه بيحبني. بيحبك بس مش عايز يخسر اي حاجه، ده حتى مش عايز يشتغل. صدقيني يا سوسن، صدق اخوك اللي بيحبك ونفسه يشوفك احسن واحده في الدنيا. انت عارفه لو كان قال لي انا ما يهمنيش الفلوس، ممكن اشتغل واصرف على الست اللي بحبها وعايز اتجوزها وكل اللي يهمني رضا ابويا وامي، كان ساعتها ممكن يبقى في امل. لكن لا، ده انسان مش كويس. خلاص يا عمر، خلاص الموضوع انتهى. نفسي اصدقك ونفسي كمان افضل معاك لحد ما الموضوع ده يخلص، بس للاسف انا خلاص مسافر بعد بكره. لا مش ممكن. للاسف هو ده اللي هيحصل. سوسن مش هوصيكي على نفسك عشان خاطري، عشان خاطر امك اللي عاشت طول عمرها عشان تشوفنا بني ادمين كويسين. خلي بالك من سوسن اللي انا بحبها. نفسي تبقى معايا قوي الفترة الجاية يا عمر. يا ريت، يا ريت كان ينفع اتأخر، بس خلاص كل حاجة لازم تتم في وقتها. طب لو وافق انه يجيب مأذون شرعي رسمي يبقى اهلا بيه في اي وقت. يلا بينا. ايه يا حبيبي انت قاعد لوحدك؟ لا سوسن لسه داخل. طيب اخش احضر لكم الغدا بقى. استنى
ماما. نعم يا حبيبي. انا مسافر بعد بكره. اوعى تقول كده. توحشيني يا عمر. مش قد يا عمر، عشان خاطري يا ابني شيل موضوع السفر ده من دماغك. اذا كنت بتحب امك. بعدين بقى بلاش دموعك دي، انت عارفه ان انا ما بستحملش. عمر انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبي. ان شاء الله هرجع لك في اول فرصه يا عمر. بس ايه بقى، عاوزك تخلي بالك من نفسك، وسوسن خلي عينك عليها، هي محتاجه لك اليومين دول قوي. مش معنى محتاجه اليومين دول؟ لا ما فيش حاجه، بس انت عارفه انا وسوسن اصحاب قد ايه، وهي مرتبطه بيا قوي، واكيد لما اسافر هتتعب وهتحس بفراغ. انا اللي خايفه عليك يا ضنايا، عشان خاطري يا عمر. لو تعرف انا حاسه بايه دلوقتي، حاسه بسكينه بتقطع في قلبي. عشان خاطري ما تسيبنيش يا عمر، انا متعلقه بيك عشان خاطر امك. فراقك صعب عليا قوي يا عم. الا انت، الا انت يا ست الحباب. وسيلي كفايه دموع عشان خاطري. انت عارف ان انا ممكن اموت بس ما اشوفش دمع من دموع. صعب عليا قوي ان انا ما اشوفكش يا عمر. وانا كمان يا خالد. انا بس كل خوفي يعني ان امك يحصل لها حاجه. عشان خاطري يا خالد، ما تحسسنيش بالذنب اكتر من كده. طب ما تقعد في وسطنا يا عمر وتشتغل. اشتغل؟ اشتغل ايه وفين وبكام؟ ولا عايز نفضل قاعد وامد ايدي ليك انت وامك؟ ولا اروح اقعد على مكتب عند الاستاذ حسام واخد منه قرشين اول كل شهر؟ يا خالد انا طول عمري طموحي اكبر من كده بكتير. المهم انا جاي اسلم عليك قبل ما اسافر، مش هوصيك على امك وسوسن بالذات. سوسن يا خالد اكتر واحده هتتعب بعد ما اسافر. حاول تقرب منها، صاحبها زي ما انا كنت مصاحبها. سوسن محتاجه لك الفتره دي انت واحمد اكتر من اي وقت تاني. اشمعنى الفتره دي يا عمر؟ ما انا قلت لك عشان انا هسافر واسيبها. عمر مخبي حاجه عليا؟ مخبي عليك ايه يا خالد؟ ما انا قلت لك احنا طول عمرنا بنعامل سوسن على انها البنت الصغيره اللي ما عندهاش اي مشاكل. سوسن دلوقتي كبرت ومشاكلها كمان كبرت معاها، لازم نحتويها ونلمها. اسال تاني يا عمر، مخبي عليا حاجه؟ فيها خالد، هو حرام اوصي اخويا على اختي؟ ما هي اختي زي ما هي اختك بالظبط. ايوه بس انا كمان كنت صاحبها، دلوقتي بعد ما سافر خايف تدور على صاحب تاني ويكون من بره. انت فاهمني ولا ايه؟ اطمن يا عمر. توحشني قوي يا واد. انت عارف ان انا بحبك قوي ولا لا؟ انت عارف ان انا بحبك اكتر؟ مفيش كلام جوايا اقدر اقوله لك عن حزني لفراقك يا عمر. احنا عشنا وتربينا كلنا في حضن بعض، لكن دلوقتي انت كمان فراقك صعب عليا قوي. وخالد كلكم وسوسنكم تاني، مش هوصيك على ماما اصيله. ماما اصيله يعني.